بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 50. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الكلام على ما يستنبط من الأحكام من الآيات الثلاث، قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا خطأ، إلى قوله تعالى في ختام الآية الثالثة فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وما زلنا مع الآية الثانية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قد أخذنا منها ما تيسر في الحلقة السابقة ونكمل الآن. فقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، أشرنا فيما سبق عند تفسير هذه الآية إلى أن هذه الآية محمولة على أحد معنيين، إما أنها في من استحل قتل المؤمن فإنه كافر ومخلد في النار وتكون الآية على ظاهرها، والمعنى الثاني أنها في من لم يستحل دم المؤمن وإنما قتله لنازع شيطاني أو هوى متبع أو رغبة نفسية وعداوة بينه وبينه، فهذا قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب وعرض نفسه لهذه الأنواع من الوعيد الشديد، ولكنه لا يكفر فيكون مؤمنا ناقص الإيمان، لكنه متوعد بأنواع من الوعيد المغلظة مما يدل على شدة تحريم قتل المؤمن عمدا عدوانا بغير حق. ثم اختلف أهل السنة والجماعة، الخوارج والمعتزلة يحملون الآية على المعنى الأول، وهو أن من قتل مؤمنا متعمدا أنه كافر بناء على مذهبهم من التكفير بالكبائر التي دون الشرك لله عز وجل، أخذوا بالوعيد ولم يجمعوا بين هذه الآية وبين غيرها من الأدلة، فهم يحكمون بكفره مطلقا سواء كان مستحلا أو غير مستحل. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يفرقون بين المستحل وغير المستحل، ولكن هل القاتل عمدا عدوانا لا يدخل تحت المغفرة الموعودة في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك، فإن الله يغفر ومنه القتل، ومنه القتل عمدا عدوانا. فجمهور أهل السنة على هذا، أنها داخلة في الآية الكريمة، وأن القاتل عمدا عدوانا كغيره من مرتكبي الكبائر التي دون الشرك، ويحملون قوله تعالى فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أن هذا جزاؤه لو عذبه الله جل وعلا، أما إذا شاء العفو عنه فإنه يعفو عنه سبحانه وتعالى. وذهب ابن عباس وطائفة من الصحابة إلى أنه
وإن كان مسلما وإن كان مؤمنا فإنه لا بد من إنفاذ الوعيد فيه، لا على أنه كافر ولكن على أنه مرتكب لهذه الكبيرة، فلا بد من إنفاذ الوعيد فيه، ولا يدخل تحت مشيئة العفو من الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا المذهب مرجوح، لأن التائب من الذنب يتوب الله عليه من القتل وغيره. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتائب من الذنب يتوب الله عليه ولو كان قاتلا عمدا عدوانا، وإن لم يتب فإنه مثل أصحاب الكبائر التي دون الشرك، فهو معرض للوعيد، ولكن لا يلزم إنفاذ الوعيد، إنما هذا راجع إلى مشيئة الله جل وعلا فيه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه كغيره من أصحاب الكبائر التي دون الشرك. وأجابوا عن قوله خالدا فيها بأنه خلود نسبي، خلود مؤقت، معناها أنه يطول عذابه، إذا عذبه الله يطول عذابه في النار ولا يخلد فيها كما يخلد الكفار. فهذا هو حاصل الخلاف، وهذا هو المذهب الراجح في هذه المسألة. وقد فصل ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة في كتابه الجواب الكافي، فقال: إن القتل عمدا عدوانا يتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله، وحق لأقارب القتيل، وحق للقتيل نفسه. حق الله يسقط بالتوبة، إذا تاب تاب الله عليه، وحق أقارب القتيل لهم الخيار فيه، إن شاءوا أخذوا، إن شاءوا عفوا، إن شاءوا عفوا، وإن شاءوا أخذوا الدية أو اقتصوا من القاتل، إما أن يقتصوا وإما أن يأخذوا الدية، فالخيار لهم. فإذا أخذوا الدية وعفوا، أو عفوا بدون أخذ الدية، أو اقتصوا، فإنهم أخذوا حقهم الذي لهم، ولم يبقى على الميت لهم شيء. أما حق القتيل فإنه يبقى على القاتل إلى يوم القيامة، فإذا اجتمعوا عند الله سبحانه فإن الله يحكم بينهم، ولكن من تاب فإن الله يتوب عليه ويعوض القتيل من عنده سبحانه وتعالى ويعتق هذا القاتل. هذا حاصل ما ذكره الإمام ابن القيم، وهو تفصيل وجيه في هذه المسألة التي فيها إشكال كبير على أهل العلم. ويؤخذ من هذه الآيات أن قتل النفس المعصومة بالإيمان أو بالعهد والأمان أنه يتنافى مع كمال الإيمان، لقوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، ومن قتل مؤمنا متعمدا، فدل على أنه على أن قتل النفس بغير حق أنه يتنافى مع كمال الإيمان، لا أنه يتنافى مع أصل الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، في أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الدين، إذا كانت الكبيرة دون الشرك لا يخرج من الدين، وإنما يعتبر مؤمنا ناقص الإيمان، أو مؤمنا يعتبر مؤمنا بإيمان، فاسقا بكبيرته، ومعرض للوعيد من الله، وهو داخل تحت قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه مسائل عظيمة تحتاج من طالب العلم إلى أن يتأنى فيها ويتفهم
النصوص ويتفهم كلام أهل العلم ولا يتسرع بالاستدلال من غير أن يكون عنده قواعد للاستدلال. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.